اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات العاب الاطفال. بص بقى جبت لكم معايا النهارده ايه ده، الله، باركس ثينك بوتي، ده الصرصال الذكي اللي كمان بيقدر ان هو ايه يبلع المغناطيس. ايه ده، الله، ده شكله لعبه جديده جدا، صرصال ذكي بتاع المغناطيس ده. تعالوا بقى نشوف ده عباره عن ايه، يقدر ان هو يتحرك ازاي. كل ده هنشوفه مع بعض النهارده. واو، بصوا. اوكي، هنفتحه بقى كده. اوكي، بص بقى حته ايه ده، حته الصلصال كده جوه. واو، اوكي، بص بقى فتحناها، وهنا هنجيب بس المقص عشان نقدر ان احنا نفك الصلصال. واو، بصوا اهو احنا كده فتحناه. ايه ده، ده لونه اسود على زيتي، الله، ده لونه حلو جدا، بيتمط بقى كده بسرعة، عامل زي كيس البلاستيك اللي هو بتاع الباسكت. والله بص شكله حلو ازاي. وبينط بقى كده كمان. واو، وبيتمط بقى. اهو بصوا بقى بيتمط بمنتهى السهولة. بصوا بيتلف بقى كده كمان. هنجربه بقى دلوقتي مع الصلصال. ايه ده، الله، بصوا بيشدوا ازاي، تحسوا ان هو عشان فيه تقريبا حديد فبيتشد بقى كده جامد. واو، بص بيتحرك ازاي، تحس ان هو عامل زي التعبان الحقيقي كده. دي فكرته فعلا جامدة جدا، شفته، ممكن نقعد نلعب بقى بيه احنا واصحابنا، هيكون شكله حلو قوي. الله، شفته بيتمط ازاي. واو، ممكن احنا بقى نحط فيه المغناطيس جوه. بص بقى بلعه كده خالص. ايه ده، شفته بيشفطه ازاي، يا نهاري، ده الصرصال الذكي ده ذكي قوي، ده شفط الصرصال خالص. يا نهاري، شفت بقى شفطه ازاي، بص مبقاش باين خالص. واو، تقريبا في 90 ثانية شفط بتاعة المغناطيس كلها. فممكن احنا بقى بص نقعد نلعب بيه ونخليه بقى ايه يشفط الصلصال كله جوه. واو، شفطه برضو. الله، شفت، دي كانت تجربة جامدة جدا، والصلصال ده كمان مشوق قوي، نقدر ان احنا بقى نلعب بيه زي ما احنا عايزين ونخليه بقى يشفطه، ونقعد نشد بقى فيه ويتمط كمان معانا. اتمنى يا صحبي يكون الصلصال الذكي ده عجبكم. بليز وريلي في الكومنتات رايكم فيه. بليز ما تنسوش ان انتوا تعملوا لايك وسبسكرايب، شايفلكم كل جديد من فيديوهات العاب الاطفال. توحشوني يا اصحابي، باي باي.